روسيا تطرد دبلوماسي من السفارة النمساوية كرد انتقامي. أوروبا تصوت على تعديل تاريخي على قوانين اللجوء داخل الاتحاد. النمسا تؤكد على ضرورة دور تركيا في محادثات السلام بأوكرانيا. وداعشي ينجو من عقوبة السجن بعد ندمه أمام المحكمة. ارتفاع حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لهم في 15 عاماً. ودراسة تؤكد ازدياد الاهتمام بالسياسة طرداً مع حق المواطنة. في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ننقل لكم نشرة هذا اليوم، وكل عام وأنتم بكل خير. أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن موظف السفارة النمساوية في موسكو هو شخص غير مرغوب به، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية بحلول 18 من إبريل. جاء ذلك بعد استدعاء السفير النمساوي لدى موسكو وتسليمه مذكرة تعبر عن استياء روسيا من اتهام موظفين روسيين بالتجسس في النمسا. وأكدت الخارجية أنها ستتخذ إجراءات إضافية مما قد يؤدي إلى مضايقات إدارية ضد السفارة النمساوية في موسكو، فيما تتهم النمسا الدبلوماسيين الروسيين بأعمال لا تتجاوب مع صفتهم الدبلوماسية. صادق البرلمان الأوروبي على تعديل تاريخي على قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين. وتضمنت التعديلات إجراءات تدقيق عند الحدود وتبسيط عمليات الفرز، إضافة إلى آلية التضامن بين الدول الأعضاء. وسيسمح بتطبيق مبدأ دولة ثالثة آمنة لدى التدقيق في طلبات اللجوء، ويهدف التعديل إلى التصدي لأزمة المهاجرين وتخفيف التوترات بين الدول الأعضاء. ويعتبر هذا التعديل استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة. أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر على ضرورة التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن المحادثات معها شرطا أساسيا للسلام. وأعرب نيهامر عن قلقه من تصاعد الصراع، مشيرا إلى أهمية استعادة التواصل وإمكانية فقدان السيطرة على الأوضاع، كما أشار إلى تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأكد على أهمية دور تركيا في محادثات السلام. وتجدر الإشارة إلى أن الحرب بين البلدين بدأت في فبراير 2022، وتطلب روسيا من أوكرانيا التخلي عن خطط الانضمام لمنظمات عسكرية. قضت محكمة فيينا بالسجن 24 شهراً، 8 منها في السجن على نمساوي يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لهجوم الطعن في محطة قطار فيينا الرئيسية. وفي 11 من سبتمبر الماضي حاول الشاب الهجوم ولكنه تراجع، حيث تم اعتقاله لاحقاً. ووصفت مدعية المحكمة كيف دخل للإسلام قبل عام وأصبح متطرفا عبر الإنترنت، ودفع المحامون عنه بأنه نادم وخضع لبرنامج إعادة تأهيل، وحكم عليه بالسجن 2 منها 8 أشهر في السجن والباقي في مجتمع سكني تربوي واجتماعي مع علاج نفسي فردي. أعلن الاتحاد العام للدائنين عن ارتفاع حالات إفلاس الشركات في النمسا خلال الربع الأول من عام 2024 إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما. وبلغ عدد الحالات 1091 بزيادة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإفلاس 4000 حالة هذا العام، مع تجاوز عدد الإجراءات القانونية المرتبطة بالإفلاس إلى 7000 حالة. وفي الوقت نفسه ارتفع عدد الموظفين المتضررين إلى أكثر من 5000 شخص، مع زيادة قيمة الالتزامات إلى 2.2 مليار يورو. أظهرت دراسة أولية أجرتها منظمة فريمدي فيردن فرويندي أن الجزء الأكبر من اللاجئين في فيينا يتطلعون للحصول على الجنسية النمساوية، ويرتبط ذلك بزيادة اهتمامهم بالشؤون السياسية.
ويعزي اللاجئون الراغبون في الجنسية إلى رغبتهم الطبيعية في المشاركة في تحديد مستقبلهم في النمسا. وكشفت الدراسة أن 70% من المشاركين يتطلعون للحصول على الجنسية، مع انخفاض مستوى الاهتمام بالسياسة بين اللاجئين الذين لا يرغبون بها. وطالبت رئيسة الحي التاسع في فيينا سيا أحمد بتغييرات في قوانين الجنسية، مؤكدة على صعوبتها. نشكر لكم حسن المتابعة، وانتهت نشرتنا لهذا اليوم، وعيد فطر سعيد بإذن الله. دمتم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.